الشباب الدموي الذي يقتل المتظاهرين السياسيين العزل ويحاسب الدمامات والمدرعات الان ويدرب على العلويه ولا يتحمل راي الاخر يغلق القنوات ويرفق القضايا والاتهامات. هذه الدماء النازفه وهذه الاصابات النافذه تمت على يد قوات رسميه سواء عسكريه او امنيه اثناء الصلاه وعلى عز المسالمين. هذا هو النصاب الذي ينتصر الشعب المصري للاسف الشديد، وهذا يزيدنا اصرارا على ضروره زوال هذا الانقلاب العسكري وكل ما ترتب عليه من اثار، والا فهذا هو المصير الاسود الذي يريدون ان يعيدوننا اليه 60 سنه ماضيه كما كان في السابق. هذا يزيد الجماهير اصرارا. نحن ننادي كل المجتمع الانساني والاهلي، ننادي كل شعبنا المصري العصيف ان ينزل الى الميادين ويزداد اصرارا على ضروره التصدي بالصدور العاريه. لكن ضروره ان ينزل بالملايين ليوقف هذا النزيف، ليوقف هذا الانقلاب العسكري، ليوقف هذا القمع والدمويه التي تنتظر الشعب المصري اذا ما استمر هذا النظام الكاذب.